تريكا إجمالا المباراة كانت رائعة، والفوارق الفنية وجودة اللاعبين هي من حسمت النتيجة لصالح الألمان طبعا، والسهولة اللي بتلعب بيها ألمانيا. أنا عاوز أبدأ الكلام يا مهند بالهدف الثاني، الهدف الثاني بتاع ألمانيا. ليه ألمانيا كسبت؟ وليه ألمانيا بقت مقنعة؟ وليه ألمانيا في أول مباراتين 6 نقاط؟ السهولة، مفيش عقد في التمرير والقرارات السريعة في الثلث الأخير، وبيلاقوا بعض كويس قوي. ففي السهولة في الوصول لمرمى المجر أو بين الخطوط، محطة أساسية، موسيالا من اشتات جندوجان رقم 10 اللي تحت المهاجم، كل وان تاتش، فهم؟ محاصرين المجر، طق لمستين، لمسة واحدة، لمسة واحدة. فدي السلاسة بتاعة ألمانيا، الإقناع بتاع ألمانيا، الانتشار الجيد بتاعة ألمانيا، كله بيلعب وان تاتش تو تاتش، مفيش حد بيزودها، مفيش حد بيعقدها. عشان كده تلاقي اللعيبة مسلسين. نيجي لموسيالا، موسيالا كان في ماتش اسكتلندا معظم الوقت ناحية اليمين، هنا ناحية الشمال. ليه ناحية الشمال؟ لأن سوبوسلاي لما بيروح على كروس، المساحة اللي ورا سوبوسلاي بتبقى فاضية، فأنا عاوز حد يستلم فيه، اللي هو مين؟ اللي هو موسيالا. أكتر لعيب ظهر له النهاردة لتوني كروس كان موسيالا. أكتر تمريرات أو معظم التمريرات بتاع توني كروس لمين؟ لموسيالا، لأن هي المساحة اللي ورا سوبوسلاي هي اللي بتبقى فاضية. روح بقى أنت قدام المدافعين ومعاك حتى أساسية، والاثنين اللي جايين زي جندوجان وفيرتس في قبل ما يخرج يبقى خطورة بالنسبة للفريق. نفس الهدف ده هو اتعمل نفس الهدف بتاع فيرتس في اسكتلندا بس الناحية الثانية. فدي الحاجات جمل تكتيكية مكررة. طيب عندي تعقيب بسيط تريكا فيما يخص الهدف الثاني، هدف جندوجان. اللاعب البديل دخل تقريبا منذ دقيقتين قبل الهدف، لاسلو لاعب المجري رقم 15، كان مان تو مان على جندوجان. في لحظة غاب فيها الانضباط التكتيكي، جندوجان أصبح لحاله. الأخطاء الفردية كلفت المجر كتير، مش في الماتش ده، لا في ماتش سويس، وعدم التركيز في بعض الأحيان. فدي الحاجات، التفاصيل الصغيرة اللي دايما بتبقى موجود فيها. هنا ده دور موسيالا زي ما قلت لك يا مهند، هو متاح في طول الوقت للعيبة وسط الملعب وبين الخطوط، وعلى طول السرعه في اتخاذ القرار لتوني كروس، مش هنعقد بقى والناس تحول من الشمال لليمين بتوع المجر ويجوا يبقوا بين الخطوط، ما فيش مساحات موجوده. انا عايز اقول لك دي السهوله، الصعوبه في كره القدم ان انت تلعب الى اسهل حاجه، صعوبتها في سهولتها. المانيا بتعمل كده، المانيا بتلعب السهل، السهل الممتنع بدون عقد، وعندهم مسجلين 7 اهداف في خلال مباراتين في 6 لاعبين مختلفين، 6 لاعبين مختلفين. فالتنوع الكبير لدى ألمانيا تقول لك، أنا مش عاوز أحكم بدري، بس تقول لك عندك فريق يقدر ينافس في دول تنظم بطولات عشان تاخدها وتنافس فيها. فدي الحاجات اللي المقدر دايما موجودة في المنتخب الألماني اللي شفتها في أول مباراتين. اللعيبة اللي ما بين الخطوط واللعيبة اللي بتكمل ورا المهاجم هم مصدر الخطورة، وعندهم واحد وراهم في نص الملعب يقدر يشغل الفريق ككل. فأعتقد ده 6 نقاط وبأداء مقنع في توازن كبير بالنسبة للمنتخب الألماني. حالة التصدي الأكثر من رائعة لنوير من الكرة الثابتة لسوبسلاي، تريكا ثقة غريبة لنوير، حاول يمسكها. جبروت نوير إن مش أنقذ بس ده عاوز يمسك، راح بإيدي الاثنين. الطبيعي الحراس المرمى التصديات دي بتروح بإيد واحدة بالإيد العكسية، فدي من أحد الحلول اللي ممكن يستغلها منتخب المجر الكرات الثابتة، لأنهم خاطرين في الكرات الثابتة، تحركاتهم في الهجمات المرتدة نوعا ما سريعة وهيمنة وسيطرة بالنسبة للمنتخب. هنا جبروت ده عاوز يمسكها وتقول لي تلعب اشتيجن مين يا عم؟ ده لو برجل واحده يلعب. طيب تريكا البنيه الجسمانيه بالنسبه لاوربان ما شاء الله عملاق 186، طريقه سقوطه يبدو لي ما فيهاش تمثيل، يعني ممكن فيها دفعه بسيطه او لا. ما تتحسبش لانها تكمله اللعبه يا مهند، هي تحسب لجندوجان. اتفق مع كريم ان هو الاصرار بتاعه ورغبته انه دايما يبقى متواجد وتكملة للكورة، فأنا أشوف إن هي لا عادي، القرار الحكم والفار قرار سليم. الشغل المميز اللي بيعملوه سواء موسيالا أو فيرتز أو جندوجان إن هم بيشتغلوا قدام المدافعين في المساحة اللي قدام المدافعين وبيكملوا في وسط منطقة الجزاء، فأنا أشوف إن فيها عادية لأنه ما أعقوش. هو اللي راح له اصلا حتى في الزاويه هذه، هو اللي راح لجندوجان. أيوة يعني هو تكمله اللعبه، الصراع ما بين جندوجان واوربان، فانا ما اعتقد ان هي هدف صحيح
والمجهود الافضل بالنسبه له لجندوجان. انما ميزه المانيا بتعمل ايه يا مهند؟ ان هم بيلعبوا بين الخطوط كويس وورا المدافعين كويس. يعني عندهم كي هافرز محطه اساسيه رقم 9 ومش 9 كلاسيكي، انما طلبوا لورا الكره لورا المدافعين، واول 20 دقيقه بيخلق المساحه للاعيبه وسط الملعب قدام المدافعين. عشان كده المحطات او المساحات اللي بيقدروا يشتغلوا فيها منتخب المانيا ورا المدافعين وامام المدافعين. هنا نفس الفكره، بص الاربع مدافعين موجودين، شوف كي هافرز فين، هو كمحطه اساسيه بالنسبه لمنتخب المانيا. الطلب في المساحه اللي ورا المدافعين هي مش طبيعته، انما ده حاجه تكتيكيه. في اول 20 دقيقه معظم خطوره المانيا لما تروح المساحه لكي هافرز وياخد ورا المدافعين. الحاجات دي في اول تلت ساعه خلت المدافعين ياخدوا سنه او خمس خطوات لورا. صحيح. فلما ياخد الخمس خطوات لورا دول، المساحات اللي بتاعت وسط الملعب لجاندوجان وكي هافرز وموسيالا هم اللي يقدروا يشتغلوا عليها. نفس الفكره لما يبقى موجود في قدام الثلاث مدافعين ويطلب الكوره وراهم، فاعتقد انه نجاح تكتيكي بالنسبه له في اول 20 دقيقه. بعد كده الخمس مدافعين بتوع المجر راحوا خمس او خطوات 10 خطوات لورا، تعالوا عندنا موسيالا وفيرتز يقدروا يشتغلوا في المساحه اللي قدام. حاجه ثانيه لتوني كروس، توني كروس مدوخ سوبوسلاي، لان منتخب ماركو روسي قال له سوبوسلاي اول ما توني كروس يستلم روح عليه. فتوني كروس بيعمل ايه؟ يستلم. مين اللي قدام كي توني كروس؟ موسيالا. فبيفضي له المساحه اللي ورا سوبوسلاي يقدر يشتغل عليها. فدي الخطوره اللي مشغلين بيها منتخب المانيا، استحواذ كتير وهيمنه مع محطه اساسيه بتوزع اللعب زي توني كروس. كريم، فيما يتعلق بالمنتخب المجري لم يكن بالامكان افضل مما كان، قدم مباراه افضل بكثير من تلك امام المنتخب السويسري، لكنه اصطدم بمنتخب بجوده عاليه من اللاعبين، الفوارق كبيره حقيقه بين المنتخبين. صحيح مهند، المنتخب المجري لسوء حظه انهزم المباراة الأولى ضد سويسرا بالمردود، يعتبر خطأ فردية تعتبر قاتلة. المباراة ضد المنتخب الألماني حقيقة الفوارق كبيرة، المنتخب الألماني يؤكد استعداده لبطولة أوروبا، انتصار الثاني، 7 أهداف مقابل هدف وحيد مقبول، فأعتقد أنه الانتصار كان يعني لصالح الألمان وكان انتصار. هذه الصور أيضا مشاهدينا الكرام فيما يتعلق بتحية الجماهير لكلا المنتخبين، خصوصا ما شاهدناه من هذه الجماهير المجرية، حقيقة رسائل بالمجان في التحفيز في الدعم في الخسارة قبل المكسب من قبل هذه الجماهير لمنتخب بلادي، وكذلك بالنسبة للجماهير الألمانية بطبيعة الحال بعد انتصارين متتاليين على المنتخب السويسري واليوم أمام المنتخب المجري، وبالتالي بقيادة غوندوغان المنتخب الألماني يتأهل